الآن مع كلمة صاحب الفضيلة الشيخ محمد تقي العثماني رئيس المجلس الشرعي الموقر لأي مفتي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعالي الدكتور رشيد محمد المعراج محافظ البنك المركزي لمملكة البحرين، معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة حفظه الله تعالى رئيس مجلس الأمناء للأيوفي، معالي الدكتور عبد السلام العبادي أمين مجمع الفكر الإسلامي، أصحاب المعالي والسعادة والسماحة والفضيلة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى على ما جمعنا في هذا الملتقى الكريم المؤتمر 16 للأيوفي للحياة الشرعية التي تنظمها الأيوفي تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، جزاكم الله تعالى خير الجزاء. وإني باسم المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأعضاء المجلس أرحب ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بقدومهم المبارك وزينوا هذا المؤتمر بمشاركتهم، وخاصة للفضلاء الذين ساهموا في هذا المؤتمر بالأوراق العلمية القيمة. وكما أشكر جميع الحضور بمداخلاتهم المرموقة التي نرجو أن تساهم مساهمة مجدية لحركة السيرة الإسلامية إن شاء الله تعالى. ضيوفنا الكرام، إن صناعة المثقفية الإسلامية التي تعتمد بحول الله سبحانه وتعالى على الأحكام الشرعية قد أثبتت وجودها الملموس في مجالات السوق المالية عبر قارات العالم، والحمد لله سبحانه وتعالى. وإن هذه الصناعة تعتمد على الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، وبالفقه الإسلامي. وبالرغم من أن الفقه الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى أغنى القوانين ثروة في مبادئه القيمة وجامعية الفروع التي استنبطها الفقهاء الكرام في ضوء هذه المبادئ، ولكن من طبيعة كل قانون أنه يتطور ويرتقي بتطبيقه العملي في ساحة الحياة المتغيرة. وقد مرت علينا قرون كثيرة ظل فقهنا الإسلامي الخالد شبه معطل في المجالات التجارية والمالية والمعاملات المالية، فركن نماؤه وتوقف تطوره حتى أصبح الناس يظنون أنه لا يكاد يساجر الحياة المعاصرة المتطورة. ولكن الفضل يرجع إلى
إلى حركة السلفة الإسلامية التي عزمت على تطبيق الشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية والتجارية. ومن هنا جاء دور فقهاء الأمة وفقهاء العصر والهيئات الشرعية، حيث كان من الواجب عليهم أن يقوموا بالتماس حلول جديدة للمشاكل التي تواجهها صناعة النصرة الإسلامية، ويقتبسوا من أنوار مآخذ الشريعة الإسلامية الخالدة لتصنيع فروع جديدة تلبي حاجات التجارة المعاصرة. وإن الهيئات الشرعية في مختلف المصارف الإسلامية قامت بهذا الواجب والحمد لله سبحانه وتعالى. وكان هناك فارق كبير بين المصارف الإسلامية وبين المصارف التقليدية من حيث عقليتها ومن حيث أهدافها، فإن صناعة المصرفية التقليدية تقول أن المصرف أن المصارف هي تتعامل في النقود فقط أو في الأوراق التي تمثل النقود، ولكن المصرفية الإسلامية تقوم على التعامل مع الأصول الحقيقية، الأصول الاقتصادية الحقيقية. فبدأت الهيئات الشرعية هذه الجهود لتميز بين هذا وذاك. وإن من أهم الجهود التي بذلت في هذا السبيل إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي نلخصها في كلمة أيوفي، والتي قامت بهذا العمل العملاق الذي نشاهده في صورة معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة الشرعية، وفي صورة المعايير الشرعية الصادرة من مجلس الشرعي. فإنه كان من الطبيعي أن الهيئات الشرعية المختلفة في المصارف الإسلامية إنما تعتمد على آرائها الفقهية، وقد تختلف هذه الآراء، فكان من الواجب أن يكون هناك انسجام واتفاق أو شبه الاتفاق على الأقل بين الفتاوى والقرارات التي تصدرها الهيئات الشرعية. وكان والفضل يرجع إلى الأيوفي، إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإنها وإن كانت باسمها تختص بأمور المحاسبة والمراجعة فقط، ولكنها في نفس الوقت قامت بإقامة المجلس الشرعي لإصدار المعايير الشرعية. هذه المعايير الشرعية التي أصبحت الآن بفضل الله تعالى مرجعا أساسا للمصارف الإسلامية وهيئاتها الشرعية، بل أصبحت مقررا دراسيا في كثير من الجامعات والمؤسسات في دراساتها وتدريباتها. وبما أن مشاكل السيرة الإسلامية تتجدد يوميا، فإنها بحاجة إلى دراسة عميقة للمسائل الفقهية المتعلقة بها. وإن المجلس الشرعي ليوفي مساهمة فعالة في دراسة هذه المسائل تتمثل في هذه المعايير التي يعرفها كل أحد بحمد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن مثل هذه المسائل تحتاج للدراسة على نطاق أوسع، ولذلك يعقد الأيوفي مؤتمرات سنوية لدراسة مثل هذه الموضوعات ومناقشتها من قبل الباحثين والفقهيين. وإن هذا المؤتمر 16 يهدف إلى دراسة موضوعات مهمة تتعلق بأعمال وعمليات المصارف الإسلامية، مثل النظر الجديد في علة تحريم ربا البيع وأحكام العملات الإلكترونية، وكذلك المشاكل العملية التي تواجهها المصارف الإسلامية في الأمثلة المختلفة، وعدة مسائل متعلقة بإصدار السكوك في خلفية النظام المالي الجديد
وما إلى ذلك من المسائل التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا المجتمع للوصول إلى نتائج مجدية مرضية حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يكلل جهود الباحثين والمناقشين والمتدخلين بالنجاح والتوفيق. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المؤتمر ناجحا في مراماتها المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.